عسى ما شر يا اخوي، اشوفك متضايق. صراحه انا متضايق وبموت من القهر. ليش؟ العديل. يا الله العديل. اوف العديل هالشخصيه هذه اللي اذتنا 3 مواسم. اي والله العظيم ما يخلص. يا سوالفه ما تخلص. شو في بعد؟ ايش في بعد؟ متالق كالعاده. متالق طبيعي. ايوه شو مسوي؟ اخر صيحات العديل شنو؟ اخر صيحات متالق قايل حق ام زوجتي حياتي ايش رايك نروح ناخذش نسافر انا وانت وزوجتي؟ هو من كيفه. من كيفه. فزوجتي قايل ها شوف العديل شلون يبي يسفر امي، انت ليش ما تيجي معنا؟ هو كله معنا بكل طلعه. عاد العديل شنو مجهز اللسته؟ وين الاماكن؟ هو بيسوق السياره، بيحط اغاني تعجب الام. يا الله كله يحط يعني شي سامريات انه ترى بعجب عمتي، انه سمعيني انا ترى على ذوقك. على ذوقك تحبيني. يا الله عديلو عديلو شد بس اطلع من حياتنا. اي بعدين بتسوي شيء ضبط معنا. العديل عنده رقمي، عنده سنابي، عنده انستغرامي، يدق علي فيس تايم. الذادي العديل كل ارغام. ليش ما تقول لي؟ ليش ما تضبط معاي؟ صح تتصرف من كيفك، تحرجني واقعد انا غصب. اي ولا غصب مسافر. المفروض ترى اسمه مو العديل. العميل. العميل هو عميل، حركاته حركات عميل. صح خبيث يفاجئك كله من وراك، يسوي حركات ويسوي سمح يعني. ايه يصادف في اي مكان يبتسم، بس هو من وراك شنو؟ جاي يطعنك. الله العديل. يا هاي العديل. اه يا العديل. اخ ليش ما نجيبه هني العديل؟ العديل؟ ايه لا 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 تبغى حقه. هو مو راعي شيشه؟ لا لا مو راعي شيشه، قاعد يفكر عشان يزلقك. يا الله.